الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من ملاعب الابطال. دايما بنتابع مع حضراتكم اخبار كل ابطالنا طبعا ومشاركه نجومنا وابطالنا في الرياضات والالعاب. ودايما شعارنا هنا في ملاعب الابطال زي ما ملاعبنا كتير ابطالنا اكتر بكتير. في الحقيقه عايزه اتكلم كده في كذا نقطه في بدايه الحلقه واتكلم مع حضراتكم انك تعترف بالفشل ده اول خطوه في طريق النجاح. دي مقولة عرفناها ومعناها واضح، أني عمري ما هحقق أي نجاح في حياتي أو أتقدم خطوة أو أخطو خطوة كده لقدام طول ما أنا شايف أن حالي اللي أنا عليه ده كويس جدا وأن اللي أنا فيه ده أقصى حاجة ممكن أوصل لها. يعني بتكلم تحديدا في النقطة دي على الطموح. أنا هنا ما أقصدش المطلوب أننا نتمرد على وضعنا أو ما نرضاش بيه، بس طبيعي أن كل إنسان هدفه دايما يكون أن هو ياخد خطوة لقدام واثنين وثلاثة يحسن من وضعه ومن شغله ومن حياته بشكل عام. الكلام اللي بقوله ده ممكن البعض يقول لي هو ده إيه علاقته بالبرنامج اللي انت فيه؟ أنا عايز أقول لحضراتكم الكلام اللي أنا بقوله ده بينطبق على الوسط الرياضي وعلى أبطالنا في كل الألعاب، وخصوصا أبطالنا اللي شاركوا في أولمبياد طوكيو 2020 وبارالمبياد طوكيو، ليهم كل التحية والتقدير والاحترام. شفنا أبطال كتير يعني خانهم التوفيق خلال مشاركتهم وما حققوش اللي كان متوقع منهم. ده طبيعي وارد أنه يحصل في الرياضة، لأن الرياضة لا فيها مكسب على طول الخط ولا خسارة على طول الخط. وارد أنك ما تكونش في يومك أو ما تقدرش تحقق اللي بتطمح ليه لأسباب كتير جداً، لكن الأهم من كل ده هو أنك تعترف أنك فشلت في أن أنت تحقق الحلم اللي كنت بتسعى ليه وتبتدي من جديد، ما تيأسش وتبدأ بمعنويات أقوى من اللي كنت عليها في أي وقت قبل كده عشان تقدر توصل لحلمك اللي كان نفسك تحققه وما قدرتش أن أنت تحققه. لازم كمان تسأل نفسك، هو أنا هدفي إيه؟ هو إيه المركز اللي أنا كان نفسي حققه؟ هل كان نفسي حقق المركز الرابع، الخامس، السادس أو أي مركز بعد كده؟ ده طموحك ولا ده شيء كويس بالنسبة لك ومقبول؟ ولا أنا عايز أكون في المراكز الثلاثة الأولى، عايز أكون على منصة التتويج، عايز ألبس الميدالية. لازم كمان تسأل نفسك، هو أنا هبقى مبسوط لو خدت ميدالية برونزية ولا هبقى مبسوط أكتر لو خدت فضية؟ ولا أنا هدفي وطموحي المركز الأول والذهب اللي طعمه أحلى وأحلى؟ كل دي أسئلة مهمة جدا الإجابة عليها بصدق مع نفسك هتحدد ملامح الطريق بتاعك في مسيرتك الرياضية. على قد ما هيكون حلمك وطموحك هيكون اجتهادك وشغلك وتضحياتك لحد ما توصل للحلم اللي انت بتحلم بيه. شفنا أبطال كتير جدا من نجوم منتخباتنا بعد ما خلصوا مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية طلعوا واعتذروا وقالوا ده ما كانش حلمنا، طبعا ما حلفهمش التوفيق ولا ده كان طموحنا. ويمكن اخرهم امبارح تقريبا ولا اول امبارح شفت بوست كده لعلي الصاوي نجم منتخب الكاراتيه اللي كتب ان هو زعلان جدا ان هو ما قدرش يحقق حلمه، ان هو ما كانش في يومه ولا مستواه، وانه لو كان لعب ب 50% بس من مستواه في اولمبياد طوكيو كان فاز بالميداليه الذهبيه، وإن السبب في كل ده حالة التوتر اللي كان عليها في المباريات وهو بيلعبها. علي الصاوي قال إن هو تعب لمدة 5 سنين وضحى بحاجات كتير قوي عشان يحقق حلمه، وإنه لغاية دلوقتي مش قادر يتقبل فكرة إنه رجع من طوكيو من غير ميدالية، مش مصدق إن هو رجع من غير ميدالية. خدوا بالكوا كويس علي الصاوي بيقول الكلام ده إمتى. علي الصاوي تقريبا فات على الأولمبياد 3 أسابيع من وقت ما الأولمبياد خلصت، يعني ده كلام لا هو كلام انفعالي ولا هو لحظة غضب ولا هو لحظة وقت الحدث، ولكنه اعترف بالفشل. قال إن أنا فشلت أو أنا ما نجحتش في إن أنا أحقق حلمي. ده شيء صحي جدا ومهم جدا، وعلشان كده أنا متأكدة بإذنك يا رب إن علي الصاوي هيكون لي مستقبل كبير جداً في الكاراتيه وفي الرياضة المصرية. مهم إننا نعترف بالفشل عشان نقدر نحقق النجاح. مهم إن يكون عندنا حالة من التصالح مع نفسنا، نبقى شايفين نفسنا كويس، ما تبقاش الرؤية ضبابية، تبقى عارف أنت فين من وسط اللي حواليك، تبقى قادر تقيم نفسك صح
وتشتغل على حلمك بشكل صح، لأن الفشل مش نهاية الكون، عمره ما كان نهاية الكون، ومش معناه أن الرحلة انتهت، بالعكس أول خطوات النجاح ممكن تكون الفشل. نبتدي من هنا ونحط نقطة ومن أول السطر، ونبتدي على حلم جديد وهدف جديد نشتغل عليه من دلوقتي، وإن شاء الله يتحقق مع التعب والإخلاص، وإنك تجتهد وطول الوقت تبقى باصص على حلمك وتعترف وتبقى شايف نفسك صح من فين وحققت إيه. إن شاء الله ربنا يجازيك ويديك اللي نفسك فيه، وعلى قد تعبك هيكون التوفيق والنجاح والتتويج. كل التوفيق بإذن الله لنجومنا وأبطالنا في كل المنتخبات وكل الألعاب. إن شاء الله نشوفكم دايما يا رب على منصات التتويج في كل المحافل الدولية والقارية، تكونوا دايما في أحسن حال وعند حسن ظننا ودايما في المعاد.